عسلامة عسلامة، شنحوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة ناس الكل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم فيديو مهوش روتين، باش نطلع مع بعضنا. عندي كوموند باش توصلني اليوم، كومانديتها من الفيسبوك. يمكن أني آخر واحدة حصيله، يمكن شريت الحاجة هذه. طيب من بعد نوريها لكم. كيف في الصيف تذكرت اني مش ناخذها، والله بالزهر لقيتها في باج وليت كمانديتها، قلت حتى وكان ما نستعملهاش الصيف هذايا نستعملها الصيف الجاي. وقلت تتعدى بحذا رحاب، نعمل بحذها قيواني خارجة. وبصراحة فديت من الدار ومرقيت ما نعمل عشية، طيبت والدار ركحتها وكل شيء، قلت خلي نخرج نتفرهد شوية العشية باش نتعدى بحذا رحاب نعمل قهيوة ونصور لكم شنية الحاجة اللي كمانديتها من الفيسبوك ووصلتني الحمد لله. وهاني وصلت بحذا رحاب. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. أنا قاعدة تصور حتى هي رحاب. شو مشتعل منها اليوم؟ باش نعملكم نوع مش جواجم كيما جواجم بالمقدونيه. احنا هي كانت باش تعمل جاتو، من بعد بربي قلت لها لازم الجاتو، اني البارح برك عمل الجاتو اعمل على روحك، قلت لها اعملي حاجه اخرى، قالت عندي هالبسكوي هذايا راحيتو بودر. بودر باش نعملكم بها وصفه تشوفها، وصفه اللي قال لك وليت رحاب تعملها. اني ما جرأتش باش نعملها، تشوفها في قناتها حصيلو. قلنا باش نعملو هكا كيما الجواج، ولا كيما هكا حصيلو نحطو بسكوي، نحطو من بعد باش تحط شويه نسكافيه وتبلل شويه البسكوي. شو تحط اخر؟ وبعد كيش نحطو الياغورت، وبعد كيش نحطو الكريم شانتي. وعندك الشوكولاته؟ مش كل نصبر ونزيد باش يبدر لي اكثر. برا دي فكره جديده والله، ويبدر لي راهو على الاخر ما شاء الله. والله هني عملت نسكافيه، خلطته في شويه ميه باش نصبه لهني باش يتبل، باش ما يبداش يخلط. اعمل انا لروع قاعد سيرو هادي بلبيزة سيرين الرحاب. يا تجيني عطيني نقعد نبروفيتي ونلعبو. والله والله القنوات وليت شغلتني نهار كامل وانا في الدار وليت كيكة. والله هاي ساعتك اقتصيدي انيا اقتصاد نص المعيشة. الاقتصاد ماما هني اقتصاد في الطاولة. هنزيد طيبة أخرى ويس هي دي عملها بالكريم شانتيه. شو تحل في كعبة على هكاكة هي لستنزي. والله هاي محل الخص الكبر برا هي وباش تحل زايد. والله رحاب علاش خديت الميزان؟ هاي يزبر الله اكبر. تو نحطو طبقة اخرى بسكوي سيدة. بسكوي هكايا اوكي، ما عندي شيء اخر يعني. يا طرف الدولة كلام في ايه، ما تمشيش خارج الزيت. اسمعني جا وسيري جا تحدينا هاو كلام تكرام ويجا بربي يجا. عندك حاجه باش تزين بيها كم شامبو؟ عندي قول والله. هاي بر هاي بر الكوش نتاعها اللي والله حتى تروحي عامله اثار كبير بها. والله اجي نقول لك هذه يلزمني تو نصور بها. اسمع ضغطي زيدة. غندودة بنت سلاطين
يب. تبقى بسكوي، تبقى بالقهوة، تبقى ياغورت، تبقى بسكوي، تبقى كريم شانتي. يا يا بيبي تحطها في الكونجيلاتور. اه وي هذي عادي تحط. اوزوز ريت المرة هذي عملتها هيك، شوفوا المرة الجاية كيش باش نعملها. يا وينا يا سلومتي يا سلومة يا روحي. ايه الجمال ده، عرفش نوريك الجمال. ننزل هيك ايوا شكيك ونعم هيك بسم الله ونجي لهذي هيك. ابداع ابداع الله. كهو عند البزيش بالحقة كم جناب يا اخي نخليوها هكا كامل كمش كمان باش تطفى لك راهو الكريم. نتبدعوا في واحدة ونخليو الباقية. قلتلكمش ابداع والله مزيان هاي. مرة جاي نزيدو نتفننو فيها اكثر، هي مش شكل واو هكا. مرة جاي نحطو فيها ديسير وفازات بنار وتفاح ولا هاي كما زين لكم. انا عندك كرامة دي باش نحطه في البركون محلاله هو اللي هيك. ايوا هذا هو خاطر هو حاصلوا شلة الكل هني ولا رحاب كيف نحطهم من كراسي؟ بلوطة صح كلها نهبش نحينا الخطا هني هيك خير يدخل شويه هو. اما قلتش كيفاش باش نحط الكراسي يعني دوما البعض يجي حاب تعملهم محلاها الفيو لهني هيك تحس فما حركه وكل شيء. كهو كمان حضرنا القعيده لهني باش نقعدوا باش نكمل نشرب قهوتي ونروح، وان شاء الله بقدر نتاع ربي باش نحط لكم فيديو نتاع اللازانيا اللي يعني طيبته البارح. وكيف ما قلت لكم الفيديو باش يطلع طويل شويه، باش نحط لكم الفيديو نتاع اللازانيا في معناها من بعد. تحب تطلع معنا على برا لخرينا؟ سارة وصل لي النحي والسوتاس مالا خليه نريد ما يجيش حاجة محددة السوتاس برا. أما بشو قد شنو أريكم شنو وصلني اللي قلت لكم الكوموند جيت باش نمشي ناخذها. هما شنو اللي حاب؟ هذو ما بيركيني شو محلاه، شوفوا محلاه سام في المزيانة ثم في البلوغوا وثم في الروز فوشيا. وهذه سروالة بكي أنا حبيت على البلو مع سروال، سروال هذا مسروال وكالسون. الكاليتي نتاعها نتاع بحال هي طويله يعني ما يحيرش حتى كالسون ما نقلقش. مع البوني هذه نتاعها شوفوا ما احلى زينها. اللي عجبتني فيها اللي هي لا فيها فلوري ولا فيها تغطيس هكا يعني واصلا مش شقه نلبس بوجي على واش وكما في الروز هذه وهذه في الروز فوشيا. اللي حاب عجبتها هذه يعني نحب الفازات هذوما. شو محلاه تنحط لكم يعني تصويره معناها كيفاش تبدا ملبوسه. شوفوا على الاخر مزيانه والكالسون تاعها نفس الكولور يعني نفس اغمق شويه ولا لا؟ ايوا مع البوني نتاعها زاده كيف نفسه نفسه اي نفس الجري. اما هذا طاي اكثر، هذا اكس ال وهذا طاي والاخرى هذه ورني الاخرى كعبه ديلي كعبه الرحاب وكعبه مريم اخت راجل. كل واحد اخذيه في هذه نتاع الجري جري وبلو ماري نفس الستيل ونفس كل شيء معنا. هذه في البلو مارين وفي الجري باش نمشي يعني نقيس ونشوف انا اللي تجي قدي وناخذها. وهذوما هيك محلولين، الروز متاع رحاب، البلو روا متاعي اني، والجري متاع مريم. من بعد اكتشفنا في الانستغرام لقينا عندها موديلات في النوار، ولا اني ناخو التوني متاعي في النوار
الله غالب ما فقتش بيهم نعاش كلمتهم قلت لها تنجمش تبدل لي ما زلت ما جاوبتنيش ان شاء الله يا رب تجاوبني نحب نبدلها في النوار وخاصه اني حسيتها ماهيش كنفخفخه برشا واني ما نلبسش الحاجه الضويقه والاحسن كولور عجبني في الازرق وبعد كيف لقيت النوار منعش كلمتهم قلت لها تبدلها لي وزيد هي ضويقه شويه ما عجبتني شكل ما جاتنيش كنفخفخه برشا حاسه مانيش عارفه تولايمات الجايه نقول لكم وتوا نبداو نحضروا في اللازانيا. بالنسبه للازانيا باش نعملها بالاسكالوب تنجموا تعملوها باللحم المفروم تنجموا تعملوها بالخضره تنجموا تعملوها بالدجاج تنجموا تعملوها بالتن بالسلامي كان السلامي تصنعوه في الدار على خاطر اني سلامي نتاع الشارع مستحيل كان نشريهم قاطعته عندي سنين ربي جربتها بطرق الكل هذه اول ماكله نطيبها الراجلي وقت اللي كنا مخطوبين هذه اول ماكله يجي للدار يذوقها من عندي ومن وقتها حصيله وليت كل ما يجي هكاك نطيبها له ومن بعد كيف عرسنا صدقوني شرينا ستيك نتاع لازانيا وعايشين على لازانيا هذاك علاش قلت لكم جربتها بالطرق الكل جربتها بالحوت بالتن بالسلامي بالخضره بالدجاج باللحم بالكبده حصيله ما خليت ما عملتها ديما الطريقه هذه تعجبني احسن واحده بالاسكالوب شفتوا الاسكالوب عندي المفوح وعندي مش مفوح على خاطر اللي مش مفوح ما كفانيش حسيته شويه وليت مديته اللي عندي شويه مفوحه على اساس باش نشوها في الليل وليت مديتها نجيو توا على الغاز مادام فرمنا البصل وفرمنا الثوم وفرمنا السكالوفه نتاعنا قعدنا كي توا كنا تطيب باش نطيب صوص طومات وباش نطيب اللحم مفروم وحده قبل كنت نطيب الدجاج نطيبه في الصوص الحمراء توا لا توا نطيب السكالوب وحده ولا اللحم والالي هو اللي باش تطيبوه كان باش تعملوا لحم مفروم لحم علوش ولا لحم بقري تزيدوا معاه شويه سفنيريا السفنيريا تعطيه بنه وتبذر شويه الخليط نتاع اللحم تبذروا شويه وتعطيه بنه وتخفوا هكا شويه كي نعملها باللحم المفروم نزيد عليه شويه سفنيريا سفنيريا اللي هو الجزر بالنسبه للصوص الصوص طومات عندي طماطم مكعب مرحيه مديتها من الكونجيلاتور عندها يمكن ساعه ما تحلتش مليح راهي محلوله ما في ماهيش مثلجه اما شاده في قلبها بعضها خاطر بارده قليت شويه البصل وشويه الثوم والطماطم الكعب حطيتهم غاديك يطيبوا والاسكالوب المفروم قاعد يطيب على روحه يتقلب في شويه زيت وباش نطيب توا الصوص بشاميل بالنسبه للصوص بشاميل ما نعرفش كان هي اسمها كيك ولا لا خاطر اني نزيدها من بعد الكريمه فريش اما صوص بشاميل نعرفها كان فرينه وزبده ما اما نزيدها الكريمه فريش ما نجمش نتقبلها ما غير كريمه فريش ولا جبونات ولا فرماج ما نجمش نتقبلها نحس هيك حاجه رزينه برشا واول ما تعلمت اللازانيا تعلمتها ما غير الصوص هذه للناس اللي ما تحبهاش تنجموا تستغناو عليها وتعملوا في عوض الصوص بشاميل تعملوا كريمه فريش اكاهو اول ما بديت نطيب فيها طيبتها بالكريمه فريش وجبونات اكاهو معناها نحط شويه جبونات نحط كريمه فريش اما صوص بشاميل ما نعملهاش ونحس هيك رزينه برشا هذاك علاش نولي نزيد عليها الكريمه فريش ونزيدها ونعملها جاريه شويه ما نعملهاش خاثره باش ما تبداش رزينه بالنسبه للدجاج ساهي هكا طاب زدت عليه شويه مي وخليته يتقلى شويه هكا طاب هذه صوص طومات زيدها طابت فوحتها بشويه كليل وشويه حبق وفلفل اكحل وشويه ملح ما نحطش الفلفل الاحمر نحب اللازانيا ما تكونش محرحره ماذا بيه تكون فيها طعم تجبونات وكهو طعم خاطر نحس الفلفل الاحمر يضيع شويه جبونات نخليها هكاك هذيك زيتها طابت وصوص بشاميل زيتها سايه هكا بدات تغلي باش نزيد عليها تو حكه كريمه فريش كبيره هذه حكه كريمه فريش كبيره دوبل وكان ما لقيتوش هذيك تنجموا تعملوا حكتين كريمه فريش واللي ما يحبهاش بالطبيعه يستغنى عليها والا يستغنى على الصوص البيضه بكله اذا ما تحبوهاش على خاطرها رزينه شويه هي الحقيقه نفوحها بشويه فلفل اكحل وشويه كليل وشويه ملح اكهو وعملتها مغرفتين كبار زبده مغرفتين كبار فرينة من عشان كان قلت في اول فيديو اللي على خاطر اني عملت المونتاج قديش من مره من بعد من نفسخ
حطيت مغرفتين كبار زبده ومغرفتين كبار فرينه، امين حطيت 4 كريتوني على خاطر نستعمل في المغرفه الصغيره. سي طابت ونخليها جاريه شويه، مش باش كيف ما قلت لكم ما تبداش غزينه على المعده، تبدا خفيفه ما تظهرش. ضيبا كل لازانيا اللي نستعمله، بس ننسى ان لازانيا نحطها ديريكت وهي نيه ما نطيبهاش. المره هذه باش نطيبها شويه، عندي برشا لاني ما طيبتش اللازانيا، يمكن عندي توا يمكن عامين هكاك. عمناول في رمضان طيبتها في دار بابا وما كليتش منها، معناها عندي عامين توا ما طيبتهاش. نحس هيك رزينه وعرفتوا كل حاجه تكثروا منها برشا سيئة، ما عادش تحبوها جمله باش لوج عليها. هذاك علاش حبيت نطيبها شويه في المي باش ما تبداش شاربه اكل. الصوص اللي حطيت هيلا صوص التومات ولا صوص البيضه، يعني تبدا مشخشخه ما تبداش عجينه وكهو. حبيتك نطيبها شويه، هو راه دوب ما نغطسها في المي المغلي ونخرجها، مش هك نخليها تغلي. فمش كون يطيبها وفهم شكون يعملها نيه، اني قبل ديما نعملها نيره، غير المره هذه حبيت نجرب الطريقه هذه وما لقيتش فما فرق كبير. نغطسها ديريكت في المي المغلي ونحطها باش من بعد تبدا فيها، يعني تبدا مشخشخه بالصوص، ما تبداش شاربه الصوص اللي حطيته لها، على خاطر هي ما تطيب كان بالصوص. كي باش تحطها في الفول لازمها برشا صوص باش تطيب. اني حبيت نطيبها جست شويه في المي، كنعاونها شويه على التطيب باش ما تشرب ليش برشا ماك الصوص الحمراء. الطبقه الاولى باش نحط عليها الصوص الحمراء، على خاطر الطبقه الاولى ما تحتها حتى شيء. نجمه من اللوطه تعملوا الكريم هذيك البيشاميل باش ما تلصق لكمش الورقه نتاع اللازانيا، والا تسخنوا البلاتو قبل ما تحطوا قبل ما تبداو تخدموا فيها. ومن بعد حطيت الحم متاعي اللي هو سكالوب، مش الحم اما الحم مفروم شو قد نقول سكالوب مفروم حاصل، وحطيت الحم مفروم. ومن بعد نحط الطبقة متاع الكريم اللي عملناها. بالنسبة للكريم هذه كنت شوفها جارية ما هيش خاثرة، كيف ما قلت لكم ما نحبوهاش برشا. ومن بعد نكمل بنفس الطريقة، قبل الطبقة الأخيرة والطبقة الأخيرة نحط جبونات متاعي، ما نحطش ملول. نحس انه الكريم الفريش تعطي نكهة بارزة على الاخر، يعني حتى كما تحطوش جبونات ما هوش بشي يقلق. كي يبدأ ما عنديش جبونات ما نحطش، على خاطر كريم فريش فيها طعمة قوية وبش تغلب، قد ما تحط جبونات ما هيش بش تظهر برشا، خاصة كي يبدأك الجبن المصنع غذائي هذاك ما فيش نكهة جملة، ديجا هو مصنوع بالحليب ونشي ما هوش جبن. هكا هو حطيت الطبقه نتاع اللازانيا، من بعد حطيت الطبقه نتاع اللحم المفروم، من بعد حطيت الطبقه التومات باش العجينه ما تشربليش برشا من الصوص، نحبها تقعد فيها برشا صوص ما نحبهاش ناجحه، ما نعرفش كان قاعدين تفهموا فيها ولا. نجمو تعملوا في الوسط جبونات فروماج، نجمو ترشوا شويه معدنوس اللي تحبوا، تنجموا تحطوا شويه زيتون زيت يبنن، حصلوا كل واحد كيفاش يتفنن فيها. هكاو هذه اخر طبقه نتاع اللحم اللي عندي، وزيد هكاو خليت كان الطبقه الاخيره. الطماطم هذه ماهيش طماطم كعب بركه، حطيت لها من بعد طماطم معجونه، غلط كيف نعمل المونتاج برشا مرات نولي ننسى الكلام اللي قلته في الفيديو هذايا، عرفتوا ساعات نقول اني قلته من بعد نلقى روحي ما قلتوش، نلقى روحي فسخت الكلام. ما نعرفش كان قلت لكم انه الصوص التومات هذيك حطيت فيها طماطم معجونه، حطيت مغرفه باش تخثر لي شويه. هكا ومن بعد حطيت طبقه نتاع الجبن اللي عندي باش نكمل اخر طبقه. نحط عليها بقية الصوص تومات ونحط عليها بقية الصوص بيشاميل ونكمل نحط عليها شوية جبن، وبطبيعة من بعد نغطيها بالبابي ألمنيوم ولا الورق الزبدة، يعني عندي بورق الزبدة هذاك علاش ما حسيتها كشربت شوية، بل يكون على 250 درجة من فوق ومن اللوطة. وكهو هذه اللازانيا متاعنا بعد ما حضرت،
تو تشوفوا من بعد حتى كيف نقص فيها تبدأ هيك مشخشخة تحسها. واني لازانيا تعرفوا كيفاش ناكلها، اول ما نخرجها من الفور ديريكت نقص المرسوم تاعي ناكلو، على خاطر كان بردت شوية ما عادش ندور بها، تبدأ شاربة اللاصوص وتبدأ هيك تولي معجنة واللاصوص يزيد يطيب وما عادش تبدأ مشخشخة هيك، ما عادش نلوج عليها برشا. هذاك علاش باش نقص ثاني المرسوم تاعي، خاطر صغاري وراجلي ما همش بحذايا وقتها، تعشيت وحدي لازانيا كان باش ناكلها من ناكلهاش سخونة ساي ما عادش ندور بها. ريتو وقت اللي نقص فيها تحسها كمعبية بالحاجات اللي فوسطها. الطريقه نتاع انه تطيبها شويه في المية هذيك تعاون على الاخر باش في ساعه طيب وفي ساعه متخرجها من الفور. مش نمد المرسلول، المرسلول ديما يجي له علاقه في القطوات وفي الطاجين، ديما تحسوا هذاك من وريوشي خليه على جنب ونقصوا المرسول اللي من بعده. ريتو تبدا مشخشخه هيك هيك، يعني نحبها ونموت عليها هيك هيك تبدا. ريتو تاو مهيش هيك ظاهرين الطبقات وتحسوا فيها برشا هيك صلصات، اما بعدها وكي شربت شويه هذيا بعد ما شربت بعد كيك دريجين ولا 15 دقيقه هكاك، باش نقص تاو الصغار وكل يتعشاو هنا تبدا تولي متماسكه وشاده روحها. وكهو هذه اللازانيا متاعنا، للناس اللي سالوني عليها وقالوا لي حطنا الوصفه متاعنا متاعك. بالنسبة لها كل واحد وطريقته، كل واحد باش يعملها، كل واحد باش كيفاش يحبها، وفي الاخر معناها الدنيا اذواق وكل واحد كيفاش يحب ياكل حاجته. واني هيك نوصل بكم لاخر الفيديو، ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم. نحبكم الناس الكل برشا برشا، ومبقى لي توكا مش نقول لكم على خير ونلقاكم في فيديو اخر.